اليوم كاين منصات التواصل الاجتماعي، هادشي المغاربه كاين قوه في هاد المنصات، وهادشي تيقول تقول اه المغاربه ما دخلوش للرقمنه، المغاربه راهم في منصات التواصل، وحتى الاشخاص اللي زعما تقولنا اه راه ما تعرفوش للرقمنه راهم تيخدموا التليفون وراهم في المنصات. مجال منصات التواصل الاجتماعي هو واحد مجال اليوم خدا واحد الاهميه كبيره، وخصنا حتى حنا ندخلوا له. باش نقول حتى حنا جميع القوى الحيه ديال المغرب، احنا كحكومه، احنا كالاحزاب، النقابات، الاعلام، خصنا ندخلوا لهذا المجال نتكلموا فيه، يكون عندنا انا الراي ديالي هو انه خصنا يكون عندنا تواجد فيه. نقدروا يكون التقنين هذا ما يكون عندنا تواجد، يكون هذا الشباب المغربي يسمع من واحد المؤثرين اللي يمكن هما سلبيين، ولكن سمعنا حتى حنا، فخصنا يكون عندنا تواجد بقوه فيه، ونتكلموا لغت هاد الشباب، ونوصلوا لهم يمكن بالفيديوهات بالتصاور بلغه بسيطه، ونوصلوا لهاد الشباب نشرحوا لهم ونتواصلوا معاهم ونرجعوا الثقه معاهم.